بصياغات تحاول تقترب من الادب كده. يعني فوز كوت ديفوار ده عبد الطريق امام سلسله من الانتصارات القادمه. بالظبط، واعاد الثقه للمجموعه الحاليه علشان تثق في نفسها بافضل شكل ممكن، وتضع ووضعها على الطريق الصحيح كلاعبين دوليين يستحقوا ارتداء فانيله منتخب مصر. حلو قوي، يستحقوا ارتداء فانيله منتخب مصر دي. طيب انا هنا بقى هسال على ايه السر وراء ارتفاع شكل ومعدل اللياقه البدنيه لدى الفرقه بتاعتنا. احنا فرقتنا في وجهه نظر انا ما كانتش عندها هذه اللياقه، هذه الطاقه، القدره على الاستمرار من الاول للاخر بنفس الطاقه وبنفس القوه وبنفس الشده. لا احنا ما كناش كده، احنا كنا بنيجي دايما طول الوقت في الاواخر ونبدا خلاص تعبنا. المره دي الله اكبر. لا جزء منها علمي طبعا، هم الجهاز الفني بيشتغل معاهم بدنيا بشكل كويس، كمان في تطور كبير في اللياقه البدنيه عند اللاعب المصري. يعني الشغل الكويس في الاهلي في الزمالك، النهارده بنشوف مدربين احمال من جنسيات اخرى بيشتغلوا فيه في الدوري المصري، فده كله بيرفع كمان الجهاز الفني او المعد البدني اللي موجود مع المنتخب، ده كله بيساعد. حاجه تانية كمان، عدد كبير جدا من اللعيبه هو لاعب محترف، لعيب بيهتم بلياقته، بيهتم بصحته، الاكل اللي بياكله بشكل كويس جدا، كل الحاجات دي بتساعد. يعني طول الوقت لما اللاعب بيحافظ على لياقته البدنيه، بياكل كويس، بيتدرب كويس، كل ده بيقلل معدل الاصابات عند اللاعبين فبيظهروا بالشكل ده. حتى يمكن في شويه المنتخب الجزائر مثلا ما قدرش يلعب في الاجواء دي، يمكن بسبب اغلب لعيبته محترفين فما قدرش يتعامل مع الاجواء دي، لكن شفنا ان منتخب مصر قدر يتعامل معاها وتعامل معاها بشكل جيد جدا، وده يحسب للجهاز الفني والمعد البدني الموجود مع المنتخب. كمان في مجموعه كبيره من اللاعبين هو بيلعبوا في دوريات، في الدوري السعودي والدوري الانجليزي ودوريات اخرى، ده كله بيرفع المعدل البدني للاعبين. حاجه ثانيه، اللعيبه عندها روح، اللعيبه بتقاتل على كل كوره، ممكن يكون لاعب مصاب. النهارده شفنا ابو جبل، بغض النظر ان انا مش معاه شويه في الموقف، لكن عاطفيا ونفسيا هو عايز يكمل، عايز يدي المنتخب، عايز مش عايز يخسر المنتخب. التدريب دي برضو من الحاجات اللي بتساعد اللاعب. يمكن بتوع الكوره شويه يقولوا على الغل الكروي، يعني وعنده غل ان هو يكمل ويلعب علشان مش حابب يخرج، ده كله برضو بيزود العزيمه عنده ان هو يكمل في اعلى مستوى. انت مش معاه ليه بقى؟ مش معاه لان ببساطه إن ممكن يؤثر بشكل سلبي على مستواه في المباراه، فبالتالي يحصل خطا منه في مباراه، ما يقدرش يعمل رده فعل مناسبه لكوره مثلا خطيره، يعني فتكون تاثيرها كبير على المنتخب. الحاجه الثانيه، ممكن يكمل فكيروش يعتمد انه هيكمل ويغير الخمس تغييرات بتوعه وخلاص، ففجاه هو يتصاب او ما يبقاش قادر يكمل فتخسر انت تغيير. انا معايا ان انت يبقى عندك روح وكل حاجه، لكن الافضل ان خلاص انت مش قادر والجهاز الفني قال ان انت مش قادر، الافضل ان تعمل كمان عشان اطمن عليك المباراه القادمه، يعني الاصابه ما تتفاقمش. محمد الشناوي مثلا لو ما قدرش يرجع المباراه القادمه امام الكاميرون، ابقى انا مطمن عليك ان انت الاصابه اللي عندك دي خفيفه فتقدر تشارك معايا مباراه الكاميرون، ما احترش او يبقاش عندي مثلا مشكله في ان مين اللي هيلعب، محمد صبحي هل يقدر ولا لا. كل الحاجات دي حاجات مهمه، فالعاطفه مهمه، لكن برضو الشغل الاحترافي مهم اكتر من العاطفه في المواقف اللي زي دي.